بعد هدوء المطر نحاول الدخول الى غرفة الطيور. الله يستر الله يستر. كما تلاحظون المياه دخلت إلى الغرفة. طبعا هذه أول مرة يحصل فيها هذا الشيء. نزول الأمطار بشكل قوي ودخولها إلى المحمية، ولكن الحمد لله الأمطار لم تدخل إلا بشكل خفيف جدا كما تلاحظون. وهذه الطيور الحمد لله طيور بشكل الحمد لله طيور بصحة جيدة ولم تصاب بأي أذى. الحمد لله جميع الطيور بصحة جيدة. نلاحظ أن المطر دخل من هذه المنطقة وأيضا من هذه المنطقة. هذه الغرفة الأولى. أما بالنسبة للغرفة الثانية هذه الحمد لله الأمور تمام. يوجد تسريب قليل من الماء هنا وفي سقف الغرفة. Thank you.
يوجد هنا تسريب، يوجد هنا قليل من الماء فوق هذا العشب. كما تشاهدون كمية الماء في الخارج، هذه كمية الأمطار. طبعا المطر غزير جدا، سبحان الله العظيم. اليوم كان معنا عمل في المحمية الجديدة، ولكن قدر الله ما شاء فعل، الأمطار خربت كل شيء.